کشته شده بر ایوان. ایران 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 نگفار مسلسل ها. أيها الحضور الكريم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم وأشكر لكم قبولكم دعوتنا للحضور والمشاركة في هذا الملتقى. نحتفل هذا العام بحلول الذكرى 40 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، رغم أن في الذين حددوا مهلاً وسقوفاً زمنية متعددة لإسقاط الجمهورية الإسلامية الإيرانية مولودة الثورة الإسلامية، وآخرهم حكام القطرسة الأمريكية الذين يعيشون بجهل تام وعدم إدراك أو فهم مصدر قوة النظام الإسلامي. بسبب هذه السياسة الإعلامية المعادية تم تقديم صورة نمطية مشوبة عن إيران حتى لدى أصدقائها، وهنا نلمس بأن كل من يسافر إلى إيران ويرى المشهد الحضاري أن كثب يتفاجأ بما يراه، فهو مناقض تماما لما يتم ترويجه وتسويره في الإعلام العالمي الغربي والعربي. في ملتقانا هذا نحاول أن نلقي الضوء على بعض واقع إيران ثقافيا وعلميا وعمرانيا وبلسان الذين سافروا إلى إيران، حيث كانت لهم فرصة التعرف شخصيا أن كثب على المخزون التراثي والثقافي والحضاري. أشكر قبولهم دعوتنا للحضور في هذا الملتقى والمحاضرة فيه، وأشكركم جميعا على حضوركم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خمس زيارات إلى الآن حصيلة ما تكرمت به مؤسسات عدة بدعوة إلى إيران للمشاركة في مؤتمر أو ندوة أو حوار، وأحسب أنه من نافل الواجب واجب الحق والحقيقة أن أقول إنني في كل زيارة كنت أكتشف ما لم أكن اكتشفت من قبل، وأعرف ما لم أكن عرفت من قبل. وأنا كاقتصادي أتكلم عن الجانب الاقتصادي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كما وجدته على الطبيعة وكما أقرأه من خلال التقارير. أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعلمائها وباحثيها ومفكريها وقيادتهم السياسية والدينية استطاعت أن تعيد هيكلة الاقتصاد الإيراني، بحيث لم يبقى النفط هو المصدر الأساسي للدخل القومي في المستقبل، وستكون فروع أخرى تكنولوجية وعلمية وفي المجالات الصناعية والزراعية تشمل كثير من التطور، سواء في التقنيات المتقدمة والخلايا الجذعية، وسنرى هذه النتائج الباهرة عن قريب بإذن الله في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. قال لي أنا أتمنى عليك أن تزور إيران. أنا خجل، قلت له إن شاء الله سأسعى لزيارة إيران، وأنا الآن أعتذر من المجتمع الإيراني على تأخري بزيارة إيران حتى العام 1913. وقت رحت لإيران لقيت في 6000 قبل الميلاد حسنوا يصدروا نظرية جهار باغ. جهار باغ هي عبارة عن المربع الذي موجود في الحدائق من 6000 سنة قبل الميلاد. مربع يعني عنا يعتبر ضلع هو الأرض، وضلع هو السماء، وضلع هو الماء، وضلع هو النبات. هاي النظرية هي الكعبة. أن هذه الجيلية الثورية المستمرة في إيران من أجل الحفاظ على هذه الثورة وحراستها، لعلها هي التي تعطي قلوبنا جميعا هذه الطمأنينة بأن في إيران الخير كله، وأننا راهنا على مستقبل، وأن هذا المستقبل آت بكل هذه الحمولة من الأمنيات. اليوم تآكلوا
بهذا الصمود الذي رسمته سوريا حطمت تلك المقدرة وذاك التحالف الذي كان يتصوروه كبير. بهذا الصمود استطعتم أن تزيلوا مساحة كبيرة من المساحات التي كانوا يتصورون أنهم يستطيعونها ومن خلالها يضربون هذه المنطقة في تاريخها وفي عزها وفي كرامتها. إذن صمود سوريا هو مرحلة من بناء التاريخ، مرحلة من الإنجاز، ومرحلة من الحياة المستقبلية التي نرانا كلنا شركاء فيها. لا نتكئ على أحد. لقد رأينا في النظام الشاهنشاهي الذي كان يتكئ على عكاز الغرب، رأينا أن ذاك العكاز يهترئ وتتصاعد منه الدود التي رأيناها فيما بعد تأكله ونظامه. أولئك الذي يتوكى على عكاز الغير مهما كان يرى بنفسه بجريان وجبروت وقوة ومنعة لا نراه قائم، نراه متهاو يندثر وينساه، ينساه التاريخ لأنه لم يكن ينتمي إلى الذات. ومن ينتمي إلى ذاته يؤمن بما لديه ويقوم على رجليه، نراه دائما ثابت يستطيع ومعطاء. وربنا وعدنا بأن هؤلاء هم المنصور. نحن نحمد الله أن فرضوا علينا ما جعلنا نتكئ على الذات وأن نبني فيما بما نقدر نبني بلدنا بصورة نستطيع أن نفخر بها ونقول يا أهل العز هذا هو الطريق. روزگار تلخ‌تر از زهر، بار دیگر روزگار چون شکر.